يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. إحنا الآن في منطقة في أوتوا اسمها أورلينز. هاي المنطقة فيها شلالات رائعة جدا، قليل ناس في أوتوا بيعرفوا عنها. خليكم معنا، خلينا نورجيكم إياها. بسموها برنسس لويس ووترفولز. هاي هي الشلالات اللي حكينا لكم عنها اسمها برنسس لويس ووترفولز. تقع في منطقة أورلينز في العاصمة الكندية أوتوا. منظر جميل جدا، خاصة في الربيع لما الثلج يبدأ يدوب. بتيجي تعمل لك كم صورة هون، العرسان كثير بيجي بيعملوا صور هون، منظر رائع. وممكن تتسلق فوق، تطلع على الراس الجبل فوق. ووترفولز تعجبكم، تيجوا تنبسطوا عندها، تعملوا بكنيك صغير وتنبسطوا. أهلا وسهلا فيكم في أوتوا. إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير معنا.